السلام عليكم ورحمة الله، طلابنا الأعزاء. أخذنا في وقت سابق لسون كاتخ غيف دو ريفولت، وشرحنا فيديو خاص الديالوج وديالوج أ ديالوج بي، وكيف كان دوغومي هذا الرجل المسن ذهب إلى يعني مالك البناء اللي هو يسكن فيه، طلب منه مهله لدفع فاتوره الايجار، لان كانت عنده 4 ظروف ومنها ضريبه الدخل، ضريبه الكهرباء الى اخره، الغاز. فصار الحوار بالشكل اللي شفناه بالفيديو السابق، باخر فيديو. هنا نشوف الفوكابولير من سينونيم وكونتغير ونو والاسئله المعتمده اللي نقول عليها دائما. فهنا نشوف لي سينونيم، مثلا ان سالير يعني ان تريتمون، يعني هي المعاش يعني الراتب، ان امبو يعني ان تاكس، كونتي كونتي يعني كالكولي يعني يحسب يعد، كونتي كونتي يعني هنا ما يلفظ الام بي، كونتي يحسب، كالكولي، اوتوريزي بيرميتر يسمح، نيسيسير امبورتون او امبورتونت يعني بالفيمينا، يعني ايكونوميزي بلاسي سون ارجو، بلاسي سون ارجو يعني يقتصد يكون اقتصادي بالصرف. اذا هاي عندنا تقريبا يعني 6 كلمات من افعال وغيرها كسينونيم لها، الراتب مع ضريبه، فعل يحسب يسمح وهكذا. طيب نشوف الكونتغير، لي كونتغير، كونتغير قليلة، عندنا بوسيبل معاكسات، امبوسيبل يعني هاي نعرفها يعني مرة علينا، ايكونوميزي يقتصد اللي اخذناها هنا بالسينوني بالمرادف، هنا ناخذها بالكونتغير، ديبونسي يعني ينفق يصرف او يسرف، خلينا نقول ايكونوميزي يعني يقتصد. طيب نشوف النو، لي نو الاسماء، كونتينيور continue يعني يحتوي، ان كونتينيو هاي اللي اخذناها بالحوار، كونتينيو شغل يعني كان تحتوي هاي الظروف، يعني الاول كان حول فاتوره او ضريبه الدخل وغيرها، يعني فكونتينيو يحتوي، ان كونتينيو محتوى، لويي ان لويي فيرب لويي يؤجر، ان لويي ايجار، اوتوريزي يسمح، ان اوتوريزاسيون سماح، بيرميت يسمح هم يسمح، يعني اخذناها بالمرادف قبل قليل ياتي اوتوريزي بيرميتر، وهذا اوتوريزاسيون هذا، وهذا بيرميت بيرميسيون سماح، يعني حتى الاسماء ممكن تكون كمرادف. المهم ديبونسي ان ديبونس يعني مصروف، الفعل ديبونسي، ديفيزي يقسم، ان ديفيزيون يعني عملية القسم، ان ديفيزيون، ملتيبلي يضرب عملية الضرب، ملتيبليكاسيون، ان ملتيبليكاسيون عملية الضرب. نعرف هنا كل تي اي او ان شلون هنا يعني سيون اوتوريزاسيون بيرميسيون هيك يعني ملتيبليكاسيون، اديسيوني يعني يزيد عملية الجمع، يعني هاي تقريبا اديسيون يعني اضافة، اديسيوني الفعل اديسيوني يضيف زيد، يعني ان اديسيون اضافة، سوستخير يطرح، ان سوستراكسيون une soustraction، إذا هاي كلها لازم نحفظها مع الإملاء مع المعنى، يعني ضروري جدا. طيب نشوف هنا أيضا لي كيستيون موجودة عندنا، نشوفها شنو الأسئلة الواجب حفظها. السؤال كيستيون نيميرو أ، طبعا بالنسبة للديالوج أ، pourquoi de Gomier frappe la porte du propriétaire de son immeuble، إذا لماذا يطرق على باب مالك البناية الشخص دو غومير، جون دو غومير ليش يطرق؟ احنا نعرف هو ذهب حتى يطلب شنو، يعني حتى يطلب مهله للسماح له بتاجيل او تاخير الدفع، دفع الايجار، لان يعني عنده كانت 4 ظروف وكانت عنده 4 فواتير، زين، ضريبه الدخل والغاز وغيرها، الكتريسيتي الكهرباء وغيرها. طيب اذا الجواب حيكون، جواب حيكون il frappe la porte du propriétaire، طبعا نشوف من السؤال il frappe la porte du propriétaire de son immeuble، من نائب الجواب pour lui demander un délai de paiement، يطلب منها شنو مهله للدفع، وخصوصا لدفع بدل ايجار سكنه.
يطلب منه مهلة لدفع بدل إجازة. إذا هو لوي ديموندي أن ديلي دو بايمون بوغ سون بي. كيستيون نيميرو دو: Pourquoi l'argent des loueurs est-il indispensable aux propriétaires؟ ليش كانت الأموال النقود يعني مالت الإيجار ضرورية جدا للمالك خصوصا هذا الوقت كان ضرورية؟ وقال لي هاي الأموال الإيجار ضرورية حتى أصلح أقوم لي أرجون كو جو فاس ريباري، أقوم بإصلاح. فهنا نستخدم السبجونكتيف يعني لي أرجون من الملح، هذا المصطلح نعرفه السبجونكتيف، لأن أقوم بإصلاح لاسانسور اللي هو مالنا. إذن جواب لارجون إي des loueurs est indispensable. L'argent des loueurs est indispensable au propriétaire parce qu'il est argent qu'il fasse, mais le mollet en valori, réparer, qu'il fasse réparer l'ascenseur. Combien de facteurs Jean de Gaumier doit-il payer? Combien il faut attirer les jetés? Il y a des jetés sans doute. الظروف أو الرسائل يجب تكم فاتورة يجب أن يدفع 4 فاكتور يجب أن يدفع هنا يجب أن يدفع 4 فاكتور 4 فواتير. طيب question numéro 4: combien de jours de délai du propriétaire dont-il a de gommer؟ combien de jours de délai du propriétaire dont-il a de gommer؟ كم يوم مهلة أعطى المالك يعني إلى دقومي حتى يسدد؟ هو بالأخير نعرف أنه 15 يوم. إذا الجواب لوي دون 15 جور دو ديلي، لوي دون 15 جور دو ديلي. نشوف أيضا هنا كاستيون انتهى يعني هذا، يعني كان هذا السؤال الأخير. السؤال الأخير يعني كم يوم مهلة؟ ضاع 15 يوما. إذا كان السؤال الأول هو يعني لماذا يطرق باب بنايته حتى يطلب مني مهلة للدفع الإيجار؟ الثاني كان ما ضرورية ليش يعني حتى يصلح المصعد؟ الفواتير اللي جتنا عددها 4، وهنا طلب يعني كم يوم طاع مهلة فوافق على 15 يوم. طيب نشوف ب. البي هو من دخل محطة الباستيل، رجعت له صور أو أفكار أو الثورات، يعني هاي التمرد اللي كان تجي بمخيلته. كون لي زيماج دو ريفولت ريفين تيل لا ميموار دو دوغومي، يعني متى يعني أفكار أو هاي الصور التمرد تعود أو ترجع إلى ذاكرة دوغومي جون دوغومي؟ إذا الجواب كان كالآتي: كون لو ميترو أونتخ دون لا ستاسيون باستي، لما المترو دخل في محطة الباستي، دي زيماج دو ريفولت، دي زيماج دو ريفولت ريفيان على ميموار دو جون دو غومي. لما المترو دخل أو يدخل في محطة الباستيل، أفكار التمرد تعود إلى ذاكرة دو غومي. بالنسبة إلى الديالوج بي، وسؤال واحد انتهت عندنا السؤال. يعني نشوف يعني بالنسبة إلى lesson 4 انتهى عندنا lesson 4 reves de revolte. إذن علينا أعزائي الطلاب أن نحفظ السينونيم والمرادفات والكونتراير والنون والأسئلة مثل ما ذكرنا سابقا، نحفظها حفظ دقيق جدا مع الإملاء. مثل ما ذكرنا الأسئلة ممكن تجينا بشكل مباشر، ممكن تجينا بصيغة يعني كومبليتي اكمل او فراغات او غير افو، يعني صح وخطا او شوي زيزي او اخت يعني بس هي تكون يعني محدده ب يعني فكره هاي الاسئله فقط اللي موجوده عندنا هنا بشرح الاسئله المحدده والمطلوبه. بنهايه هذا الدرس اتمنى طلابنا لكم الموفقيه، و إن شاء الله يكون الدرس واضح ومفهوم، وإن شاء الله تكون الفائدة تعم الجميع، والسلام عليكم.